السلام عليكم وصباح الخير. هل فعلا في ارتباط بين الانطواء والكآبة والحزن؟ هل فعلا الانطوائي يكره البشر ويكره الاجتماعات؟ هل تصنف مرض الانطوائية؟ ما مدى صحة ذلك؟ طيب وش وجهة نظرك إذا عرفت أن بيكاسو وبيل غيتس ونيوتن وغاندي والعقاد وغازي القصيبي يصنفون انطوائيين؟ بتغير وجهة نظرك عن الانطوائي ولا ما زلت متمسك برأيك؟ استكمالا للموضوع اللي ابتديناه، جايب لكم كتاب بيغير الصورة السوداوية السائدة على الانطوائيين عن طريق الأبحاث وعن طريق دراسة الشخصيات الانطوائية. الكتاب من تأليف عبد اللطيف الجرين. الكتاب يستعرض تعريف الانطوائية وما صحة أنها مرض يجب علاجه، ويتحدث بعد عن أبرز المشاكل اللي واجهت الانطوائي، قوة الانطوائيين من حيث الغوص في سير العظماء الانطوائيين، ومنهم مثل ما قلنا قبل نيوتن وإنشتاين، فان غوخ، بيل غيتس، العقاد، غاندي وغازي القصيبي. الكتاب يذكر الصفات اللي ينفرد فيها الانطوائيين، وبنشوف كيف كانت الانطوائية سبب لتفوقهم وتجاوزهم للبقية. الكاتب عبد اللطيف في منتصف الكتاب بيضع مزايا الانطوائيين ومزايا الاجتماعيين، وهنا بنتأكد اننا ما نقدر نعيش بعالم مليء بالانطوائيين ولا عالم مليء بالاجتماعيين. بعد كذا بيجي الجزء المهم خصوصا للمعلمين والاهالي. ليه؟ لانه يستعرض فيها الطريقة الافضل للتعامل مع الانطوائيين وخصوصا الصغار في العمر او الاطفال. الختام بيكون فيه الحديث بشكل عام عن الشخصيات والصفات والعيوب وكيف التعامل معها بالشكل الأمثل، وهنا بنشوف أن بعض السلبيات التي أوهمنا بسوءها ممكن تكون قوة نتغنى بها. باقي شيء واحد بس، اسم الكتاب هارون أخي. يعتقد المؤلف عبد اللطيف الجرين أن موسى عليه السلام كان شخصية انطوائية، هارون أخوه عليه السلام كان شخصية اجتماعية ومتحدث جيد، الاثنين مع بعض كونوا القوة اللي هي قدروا يروحون فيها الفرعون ويقنعونه بالرسالة.